السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا شباب. محاضرة النهاردة بعنوان Difference Between Security and Hacking من Course Security Ethical Hacker Mastery Series. محاضرة النهاردة مش كبيرة، هنراجع وهنأكد على الفرق ما بين Network Security versus Network Hacking. لو فاكرين في أول محاضرة احنا شرحنا الفرق ما بين البلو تيم والريد تيم. بيزيكلي البلو تيم هو اللي بيأمن وبيعمل Configuration of Firewalls والأجهزة والاوثنتيكيشن كونفيجريشن انكريبشن والقصه دي كلها، والريد تيم هو اللي بيراجع على شغله وبيعمل عمليات بين تيستنج على الشبكه عشان يتست السكيورتي بوزيشن بتاع الشبكه، يتاكد الشبكه متامنه كويس ما فيهاش ثغرات كبيره او خطيره وهكذا. تمام؟ طيب، فهنا الفرق ما بين البلو والريد هو الفرق ما بين النتورك سكيورتي والنتورك هاكينج، لان البلو هو اللي بيشتغل في الفرع بتاع النتورك سكيورتي والريد هو اللي بيشتغل في الفرع بتاع النتورك هاكينج. فانا بيقول لك نتورك سكيورتي انجينيرز هو always care about the security issues، دايما بيهتموا بمشاكل السكيورتي that can be found in the system and work on limiting their risks with the help of some equipment and tools. يعني هم بيبحثوا في المخاطر او مشاكل السكيورتي اللي بتصيب السيستم. تمام؟ احتمالية مثلا وجود اتاكس الرانسوم وير، احتمالية وجود اتاكس الدينايل اوف سيرفيس، اوكي؟ فطبعا بيساعدوا على ان هم يقللوا المخاطر دي with the help بمساعدة some equipments، بعض الاجهزة زي الفاير وولز او التولز. تمام؟ زي برامج الاند بوينت بروتكشن زي كاسبر سكاي، تمام؟ زي نورتون، زي بيت ديفندر، اوكي؟ فده طبعا الايه النتورك سكيورتي، ده خاص بالتأمين. أما Network Hacking Engineers always care about the vulnerability points that could be found in the system, how it can be exploited, and how it can be secured. يعني هنا بيعملوا check up، أو الـ Network Security أو Network Hacking Engineers بيعملوا check up على السيستم عشان يشوفوا هل في vulnerability points، هل في نقط ضعف في السيستم. تمام؟ طب نقطة الضعف دي لو موجودة ازاي اقدر استغلها؟ ده المفهوم بتاع الاكسبلويت. وبالمناسبة الفرق ما بين الفلنربيليتي والاكسبلويت والبيلود، كل الكلام ده ان شاء الله هندرسه المحاضرة الجاية باسلوب مبسط جدا، هيفهمك الفرق ما بين الفلنربيليتي والاكسبلويت والبيلود والثريات، اوكي؟ فطبعا الاربع مفاهيم دول انا عارف ان هم بيلخبطوا ناس، لان هم لخبطوني انا شخصيا في بداية دراستي للنتورك سكيورتي والسي اتش خصوصا. فانا هقدمها لكم بشكل بسيط جدا، هتفهموها وهتتثبت في دماغكم مش هتخرج. فان شاء الله ده الكلام ده في المحاضره رقم 13 باذن الله سبحانه وتعالى، اوكي؟ فطبعا ده النتورك هاكينج انجينيرز، هاو كان بي اكسبلويتد، ده يقصد الفلنربيلتي بوينتس، اند هاو كان بي سكيورت، ازاي بقى اغطي نقط الضعف دي. فده طبعا كان الفرق اللي ما بين النتورك سكيورتي والنتورك هاكينج. النتورك سكيورتي انا بشتغل من الاخر، لو انا هتكلم بقى بشكل ايه اجابه عمليه، انا بشتغل على الفاير وولز وبشتغل على برامج الانت بوينت وبرامج الباك اب، كل الكلام ده عشان ايه؟ اقلل الهجمات او احتمالات حدوث هجمات خطيره تصيب السيستم بتاعي. حلو. الهاكينج نتورك هاكينج لا، ده انا بعمل العكس، انا بعمل عمليات بين تيستنج، ان انا بخترق السيستم ده على اوجه معينه، سيرفرز او سويتشز او على ابلكيشنز معينه على السيرفرز، عشان اتاكد من احتماليه وجود نقط الضعف الفيلنربيلتيز، ولو هي موجوده ازاي بقدر استغلها، وكذلك ازاي اقدر اغطيها. فده كان الفرق ما بين النتورك سكيورتي فيرسز نتوركينج او النتورك هاكينج. طيب، انا بفضل الله يعتبر خلصت، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.